كلها تعب، فجزء منها جميل برميل الذهب. قد يتحول الضباب الغرب إلى شمس المشرق إذا ما كان الوطن هنا والطلب. حكيم شاب يحمل في دمه عزة المغربي وطموح أهل الريف، ومن تحديه اشتهر في عاصمة المملكة الإسبانية، ومن ميناء النجاح مركبه وشراعه اقترب. ما يميز حكيم عن غيره من مصممي الأزياء داخل مدريد هو مغربيته، هو رؤيته المختلفة عن السائد في المكان، رؤية بسمرة جبال الريف ودفء الأصول وإشراقة الفردوس المفقود أو الموعود لا أدري. ما يميزه ثورة الفكر والاختيار من ألوان تعطي للمرأة الأوروبية سحنة الشرق وكحل الصباح وتفتح زهرة الأقحوان في حديقة التاريخ الأندلسي وبياض القمم في الفكر الإنساني. ما يميزه أنه جعل المرأة الأوروبية ذات وجود كوني متكامل روحا وجسدا، رغم أن الوصل لم يكن إلا حلما في الكرم أو خلسة المختلسي. في منزل حكيم وسط مدريد أرسى بساط الريح قواعده ليحاوره ويضيء بالحوار عالمه الإبداعي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. برمج بساط الريح. جميل جدا أننا تنجو في وسط مدريد وتلقوا نفسنا في واحد الفضاء مغربي بكل التفاصيل ديالو بكل التقطيعات ديالو. واش هذا هروب من الوطن إلى الوطن؟ لا، ليس هروب من الوطن، يعني احنا ما كنهربوش من الوطن. نعم، دائما الوطن كنجيبوه معنا. إلى قدينا نكونوا تماك كنكونوا تماك، إلى ما قدينا شيء نجيبوا معنا الوطن ديالنا هنايا باش نعيشوا به. يعني وتمام، ما كتحسوش بالغربة في هذا الفضاء اللي هو حضارة مغربية أندلسية في أرض الأندلس سابقا هي. وبطبيعة الحال حنايا العرب عنده تاريخ في الأندلس. نعم. وهذه الدار يعني كانت فكرة ديال الأخت وديال النسيب ديالي. هما اللي جاتهم هذه الفكرة باش يعملوا هذه الدار، يعني هذا المغرب الصغير. نعم. بداية الوطن. نعم. يعني ديال مهجر المهجر. نعم. فالواحد كيحس انه بين العائله ديالو بين الناس ديالو كيحس كانه في المغرب. يعني واللي بغيت نسولك عليه السي حكيم هو واش الاسبان تفاجئوا بهذا الشكل المعمار او تيجيهم بشكل عادي ان مغربي يعني يعيش في واحد الفضاء اللي تذكرهم بالماضي؟ لا، هما الاسبان كيعتزوا بالمغرب ديالهم، كيعتزوا بالعرب اللي كانوا هنايا. نعم. القصر الحمراء يعني هما كان من بين المعمار ديال العرب اللي خلاو هنايا في اسبانيا، فهم معتزين يعني بهذا. فهذا الشيء بالنسبه للاندلس مساله عاديه يعني. نعم. في نفس الوقت لو سمحتي سي حكيم، حنا كنتحاوروا حول التبادل الحضاري والثقافي ما بين المغرب واسبانيا بشخصك وفي الوطن اللي انت مقيم فيه. بغينا نعرفوا يعني دورك كمصمم ازياء وكفنان رسام اولا في تقديم صورة المغربي والعربي في الأرض الأوروبية في إسبانيا بالضبط. يعني كمسلم، كعربي، كمغربي، كأمازيغي. نعم. الدور ديالي هنايا في إسبان هو نعرف هذا المحتوى كله. المحتوى كله. نعم. هذا هو الدور ديالي أظن، يعني الرسالة. نعم. ديالي اللي خصني نوجهها ونعطيها لإسبان والأوروبية يعني عامة.
Jesus, return, and please excuse.